كما أسبقت الذكر المركب السياحي اللي زرنا يحتوي على 3 وحدات، اللي منها الوحدة اللي رانا فيها في القاعدة الجميلة هذه اللي رانا فيها، فندق رمال ذهبية، عندنا فندق مازافرون، وعند المركب وعند لوسون توريستيك المركز السياحي اللي هو عبارة عن عندي بنغالو تابع المركب. العروض اللي أنا نقوم بها في الفترة الصيفية هي عروض جد تنافسية مقارنة بالمركبات السياحية المجاورة أو مقارنة حتى بالبلدان المجاورة. رانا نشوف إقبال كبير من العائلات الجزائرية اللي من داخل الوطن ومن خارج الوطن، وحتى عائلات غير جزائرية من البلدان المجاورة راهم يجونا راهم، وهذا كله الخدمات اللي نقوم بها وكل العروض اللي نقوم بها بالنسبة نقلة نوعية تعيشها الجزائر من حيث قطاع السياحة، والشيء اللي يلحظه كل زائر للجزائر ولكل المرافق السياحية الجزائرية هو تشبيب الكوادر. صح. هذا الشيء اللي يحسب للجزائر، يعني العامل البشري مهم جدا. أكيد. لاستقبال السياح. أكيد. صار فيه ربما تحسين في نوعية الخدمات بالأخص استقبال السائح الجزائري، وصار الموظف الجزائري اللي يعمل في قطاع السياحة يتبنى هذا القطاع من حيث أفكاره. صحيح. طريقة التعامل مع السائح ويواكب ما يعيشه العالم. هل في تدريبات ربما من خلالها يستفيد الكوادر وعمال قطاع السياحة من حيث طريقة استقبال السائح للمرافق الجزائرية؟ أكيد. المجمع الفندق والسياحة والحمامة المعدنية يسهر على تدريب كل الصطف اللي عندنا في كل وحدات، من خلال تقديم دي فورماسيون سواء انترن ولا اكسترن. كما قلت أنت، تشبيب الصطف باش تخدم في الفندق أو تخدم في المجال السياحي لازم تكون تحبوا باش تقدر تمد 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 واش عندك، تمد كل الطاقه اللي عندك في المجال هذا. فالحمد لله الستاف تاعنا راهو قايم بالواجب. العائلات اللي رجع لنا فرحانين بنا، ونشوفوهم يجونا كل عام، راهم يتواصلوا معنا حتى كي ما يكونوش معنا يتواصلوا معنا، يتصلوا بنا، يسقسونا على العروض اللي دايرينهم، يسقسونا على النشاطات اللي دايرينهم. فالحمد لله. والشيء الجميل انه صارت فيها عائلات صارت وفيه لهذا النوع من الفنادق. لفندق مازافرون، فندق رمال الذهبيه. وش هو الشيء اللي خلى هذا الوفاء يكون بين 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 الزبائن وبين الفندق؟ والله شوف، بعض العائلات عندهم دي سوفينير في هذا الكومبلكس هذا من فترة السبعينات، من فترة الثمانينات، يحنوا لهذيك الفترة هذيك، فيجوا يستذكروا هنا الفترات هذيك، يحكوا لأولادهم، يجوا بعض الأحيان يقول لك احنا والله غير فضلنا المركب السياحي اللي زرادة على كثير المركبات الثانية اللي هي داخل الوطن أو خارج الوطن، برك على لي سوفينير هذوك تاعهم اللي كيتجوزوهم في الفترة الماضية. خاصة فندق مازافرون معروف بالارشيتكتور تاعو تاع فيرناند بويون، بالكولوار تاعو، بلا بيسين تاعو، بالمسبح تاعو الخاص، بالشاطئ تاعو الخاص، فيلقاو راحتهم هنا معنا، خاصة الأطفال الصغار. فالحمد لله رانا قايمين بالواجب.